الطبعه الثالثه هذه المعرض الدولي اغرو باك اكسبو المقام هنا في صفاقس من 20 الى 23 فبراير. الطبعه الثالثه تشهد حضور عده عارضين خاصه في مجال التعبئه التغليف اللي هو مجال جد مهم، هو مجال يعني لكل الصناعات الجزائريه، وفي حضور هنا اكثر من 130 عارض في عده دول من خاصه من تونس من مصر وعده دول اوروبيه، ولكن المهم في هذا هو حضور الشركات الجزائريه اكثر من 100 عارض. اليوم رانا شفنا بزاف يعني مواد تاع التعبئه اللي كنا نستوردوهم اليوم ولينا نصنعوهم هنايا، دونك سي تري بوزيتيف اولا، وثانيا يا اون جام تري لارج، دونك اون كومبيتيتيفيتي بيناتهم كي في كو لو ديفلوبمون دار دون مانيير رابيد، ولكن دون مانيير اوسي دو ريبوندر او بوزوان دي اندستريال.